مشاهدين الكرام حياكم الله. نعم، مستوى المنافسة في تصاعد، مستمرون وإياكم بعد الفاصل. إن للمتقين مفازا، الآية التي تمسك بها مجتبى زاد منذ طفولته فولادته في كنف أسرة متدينة فتحت أبواب قلبه على كتاب الله ليصبح اليوم قارئا ومشاركا في المسابقات المحلية والدولية. من إيران، مجتبى هرندي زاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق مجتبى هرندي زاده من إيران. شكرا جزيلا لكم. الشيخ باسم أبدأ معكم. بارك الله بكم يا أخ مجتبى، جزاكم الله خير. طلتك رائعة وتلاوتك ماتعة ووقوفاتك مبدعة، بارك الله بك. الله شكرا الله لك. الله الله حلو. إذن الله الله يحتاج إلى تشجيع. نعم نستمع لها. ولا هو سيد حسنين. البلاغة وشيخها يعني. نعم سيدنا وياي هسه. نعم شكرا تفضل. جزيلا لك يا حبيبي. شكرا للأخ مجتبى هرندي زادة. طبعا ارتكاز الصوت هذا لا نختلف عليه، الجمل اللي أداها جماليتها حلوة، التركيبات اللي أداها كلها حلوة، سواء كان التركيبات اللي لها اسم معين أو غير ذلك، ذن كلهن جميلات. الملاحظات الإيجابية جدا كثيرة، ولكن في بعض الأحيان حينما نؤدي نغمة معينة احنا مسيطرين عليها صح، ولكن نركز بأدائها حرفيا، هذا قد يفقد بعض الأحيان إحساس القارئ تجاه النص القرآني والآية القرآنية اللي جاي يقرأها بعض الأحيان. فنشوف مثلا المنشد أو أي مؤدي آخر ممكن يؤدي مقطوعة معينة هو متمرن عليها بحذافيرها، لكن الاحتراف فصل به بأن يؤديها وكأنما يرتجلها، فالإحساس كأنما آني، يعني تدخل بداخل إحساسه المنشد المحترف مثل أساتذتنا يعني. القراء الكبار كذلك كلهم يحضرون في الغالب يعني، ولكن هذا التحضير يصل به إلى أن يكون ناسيا للمقامات إلى حد ما، وهذه الجملة فيعيش مع الآية. هذه شوية لو كنا عايشينها مع الأخ مجتبى لكان أفضل بكثير من هذا الأداء، وإن كان
روعة وجمال. إذا نقدر نقول راح نعيشها إن شاء الله في حال تأهله إذا إلى المرحلة القادمة. الشيخ عمر تقييمكم. ما شاء الله مجتبى اسم على مسمى، اجتبى الله صوتك واجتبك للقرآن الكريم، رما أنك مع الأموال ومع المصارف، وذلك لم ينسيك عن تلاوة القرآن الكريم والاجتهاد في إتقان تلاوة القرآن، فكنت رائعا في أغلب ما يعني نطقت به من القسط الذي قرأته من القرآن الكريم في مخارج الحروف وصفاتها في الغالب، إلا أن ربما النغمة هي التي جعلتك تمطط الكثير من المدود الطبيعية، يعني تزيد في مقدارها أكثر من حتى 4 حركات، فإن شاء الله إن تأهلت للدور القادم فتجنب أمثال هذه، فلا تكون نغمة سببا في التعدي على أحكام تلاوة القرآن الكريم. وكذلك لديك بعض الهنات الصغيرة جدا، فالذال مجهورة فلا نعطي لها شائبة همس حتى لا تشتبه بالثاء ولا يتغير حرف بدل حرف. أما في العموم كنت ماتعا وكان أداؤك رائعا، فبارك الله فيك. السيد كريم رأيكم. حبيبي بارك الله بك مجتبى، الملفت كان في تلاوته اختيار الطبغة الصحيحة من أول تلاوته، هي هذا الاختيار ساعده على إدامة مسيره في الوصول إلى الطبغات الصوتية في أدائه للمقامات، مع محدودية صوته في بعض الطبغات وفي بعض المقامات. وفارسي أقول له دس شما دارت ناكون فيك مكون أمني أزبوت كإن نكتي أستاذ حسني روهم حتما من بري شما ترجمة بكونم بترجمة مكونم إن شاء الله متشكل، ومدورم در آتي اتفاقات خوبي وفتي وشما بهرال في فينال ببينيم شما إن شاء الله. الأستاذ عماد رامي تفضل. بارك الله فيك أخي مجتبى، لفت نظري الجواب عندك جميل، بس كان بينقص مثل ما قال الأستاذ حسنين الإحساس وتصوير المعنى للآية، أنت محترف يعني هذا ظاهر بقراءتك، وفقك الله إن شاء الله الأمور القادمة أفضل. الشيخ محمد عصفور تقييمكم. حياك الله حبيب. طبعا أخونا الكريم مجتبى هرندي زادة أو مجتبى آل هرندي، طبعا ليس بعجيب على أهل الجمهورية الإسلامية هذا الإبداع، ولا تعتبر مثلا تعليقاتنا أو لا تعتبرها نقد أو تقييم، هي بالنهاية بناء للمرحلة القادمة ويستفيد منها يعني. ولفت نظر سيدنا أحد الإخوة المتسابقين البارحة والله يعني قالها بالحرف الواحد، قال أنا أول مسابقة أشعر فيها بالطمأنينة والحب والود بسبب لجنة التحكيم. حياكم الله. إذن صوت كغيث حياة، بارك الله بهذه الموهبة المتسابق مجتبى هرندي زادة من إيران، شكرا جزيلا لكم.